حقيقة قناة الأنسة يتقدم خدمة موضوعاتية متميزة، لأنه الأصل وشنو هو؟ الأصل كي نحبو نغيره أنه نخاطبه فئة معينة اللي عندها مهارات وعندها قدرات وعندها طابع رسالي، جانب رسالي، وهذه الفئة في المجتمع ما هيش كبيرة، لكن تحتاج القناة، تحتاج القنوات معينة تخاطبها وترفع لها السقف المطلوب باش هي تحول هذه المعلومة والمعرفة والمادة المسوقة تحولها إلى آليات عملية تغيير المجتمع. ويمشكورة جدا على العمل النخبوي اللي تقوم به، لأنه العبرة في الأخير ليست بالأعداد الكبيرة تاع المتابعة اللي عادة هي فضولية وترفيهية وتبحث عن تسلية. احنا محتاجين قناة تعمل على هذا الجانب وتنفتح على كل الآراء، لأنه تشكل نقطة التقاء تاع القيادة بالفكرة، مهم جدا في المرحلة هذه عوض التنقلات بالولايات أنه نلقاو فضاء مشترك، هذاك الفضاء يعطينا أفكار قيادية تحول الجهد تاعنا إلى مشروع جماعي. وبالتالي شكرا جدا للمادة والمعنى الهادف اللي تقدمه قناة الأنيس.